يثق فقط لمن يصفق له. واليوم نرى كيف تخلى عنه كل هؤلاء، تحدثنا عن تخلي 13 مستشار عنه. نعم. اليوم سمعنا تصريح يعني أحد كبار منظري برنامجه الزكراوي، المدعو الزكراوي، اليوم يعبر عن ندمه لدعمه حركة 25 جويلة ويقول تحمل مسؤولية في ذلك وأن الاستشارة فشلت. فشلت. نعم. يعني إذن الرئيس اليوم يعني ظهره إلى الحائط، ليس هناك أحد يسنده. اليوم لجأ حتى في التعيينات، قام بتعيين أول أمس شخصية أمنية يعني تحوم حولها يعني الشبهات وتتحمل المسؤولية حسب هيئات الدفاع وحسب وسائل الإعلام في مقتل الشهيد محمد للراهمي. هذا الشخص اليوم يعينه قيس سعيد مستشارا أول له، فلأنه يعني فرصة الاختيار أمامه أصبحت يعني ضيقة، ليس أمامه خيارات.